اهلا بيكم، حلقه جديده النهارده وفيديو جديد. وهنتكلم النهارده عن طاقات الابراج في شهر يناير 2021، وهنبتدي النهارده بالبرج الاكثر نسبه مشاهده في اخر شهر، هو برج الثور الترابي. وهنتكلم عن اهم توقعات ونصايح وتحذيرات لبرج الثور الترابي لشهر 2021 في علاقاته العاطفيه وفي العمل. بلس كمان هنتكلم عن نصايح مهمة جدا تخص برج الثور لازم ياخد باله منها، وتحذيرات كمان لبرج الثور. يعني اعتقد الفيديو يبقى يخص اكتر النص الاولاني من شهر يناير، وبرضه هنتكلم عن النص الثاني كالعادة. بليز لأمارة تابعوني، تشتركوا في القناة وتابعوني على السوشيال ميديا. طيب برج الثور، اول حاجة شايفك الفترة دي برج الثور مركز جدا جدا في شغلك، واضح ان انت عندك بلان في عملك، عندك امنيه نفسك تحققها في الشغل، فانت الفتره دي هتكون مشغول جدا جدا. شهر يناير انت شخص مشغول للغايه برج الثور، عشان كده بقول لعائلات برج الثور والناس اللي برج الثور مرتبطين بيهم ما تتضايقوش، عشان برج الثور هيبقى مشغول وعنده احداث مهمه واحداث مثيره جدا جدا في العمل او في شغله، او ممكن كمان يكون عنده حاجات بتعلمها جديده. يعني ممكن يكون عندك مثلا كانك بتاخد حاجه، يعني كان عندك حاجه بتعلمها جديده، ممكن تكون بتاخد كورس جديد، بتاخد بتتعلم حاجه جديده، بتدرس حاجه جديده، عندك مشروع جديد. واضح ان عندك حاجه او بدايه جديده يا برج الثور ليها علاقه بالاديوكيشن او ليها علاقه بالتعليم، كانك بتنمي مهاراتك، بتطور مهاراتك في العمل. يا جماعه الناس بتعرفش برج الثور، برج الثور من الابراج الطموحه جدا اللي عندهم الشغل او العمل حاجه مهمه جدا جدا في حياتهم. يعني الثور لو انت مرتبط برج الثور فانت عندك منافس قوي، او عندك طرف ثالث في حياتك هو برج، هو العمل او الطموح بتاع برج الثور. برج الثور من الابراج اللي لو حط ما يعرفش حاجه اسمها مستحيل، فلو حط حاجه في دماغه هو بيحب دايما يامن نفسه، يحب دايما هو فخم كده، يحب الفخامه، يحب دايما يترقى، يحب ياخد مركز عالي، ما بيحبش يكون شخص عادي كده. فالثور من الابراج اللي بتبذل مجهود قوي جدا جدا في العمل، عشان هم بيحبوا ينجحوا، بيحبوا يعملوا مجهود قوي عشان يوصلوا لطموحاتهم. فانا شايفاك يا برج الثور زي ما قلت مركز قوي في شغلك، مقصر شويه في محيط، يعني انت ممكن تكون عندك جزء تقصير في محيط العيله ومحيط الاصدقاء او محيط الشخص اللي انت مرتبط بيه. طب تعالوا نتكلم عن برج الثور. شايفه صحتك افضل؟ بالعكس، شايفه برج الثور الفتره دي عنده بلان، كانه مثلا عنده دروس كتيره قوي اتعلمها من 2021، من 2020 فداخل بقى 2020 وهو متحفز قوي لتحقيق حاجه في نفسه. فانا شايفه الثور من الابراج اللي تهتم قوي بشكلها، هو دايما شخص منمق، بيهتم بلبسه، بيهتم بشكله. فشايفه الثور بيشتغل على نفسه في الرياضه جدا، هتلاقوا اي حد طول الفتره دي عامل دايت، عايز يبقى جسمه حلو جدا، بيعمل جيم، بيروح الجيم، فتلاقيه مهتم بشكله بشكل ملحوظ الفتره الجايه. شايفاكم كمان يا برج الثور كانكم انتوا عايزين عندكم امنيه انتوا مركزين عليها قوي. انا ما اعرفش الامنيه دي، بس اعتقد امنيه ليها علاقه بالعمل، يعني كان عندك مثلا تارجت عايز تجيبه وانت مركز قوي. حبيبك بقى يا برج الثور، الشخص اللي بيحبك واضح ان هو زعلان منك، واضح ان هو غضبان منك مش زعلان منك، وبيلومك وبيعاتبك جواه كتير قوي، بينتقدك. والشخص ده كمان على فكره بيراقبك في صمت شديد، يعني الشخص اللي بيحبك يا برج الثور عمال بيراقبك وبيراقب، عارف انت حطك تحت الميكروسكوب كده، بيحلل كل حاجه انت بتعملها، بيراقب كل حاجه انت بتعملها، عمال بيحلل خطواتك، بيحلل ردود افعالك. هو شخص ذكي جدا على فكره، وشخص انا شايفه ان هو بيهتم بتفاصيلك. يعني انا شايف عندك تحرر في شهر يناير من شيء سلبي، يعني كانك بتتحرر من شيء سلبي وبتحقق انجازات، يعني انت بتحقق انجازات والشخص اللي بتحبه كمان بيحقق انجاز، واضح ان انتوا الاثنين بتتحركوا. يعني الشخص اللي انت بتحبه شخص طموح برضو، عنده بلانز، عنده انجازات في حياته، هو مش ساكت، هو يبان هادي وساكت، ويبان مثلا هو ما بيعملش حاجه، بس هو عنده اكشنز كتيره جدا جدا. في حد بيسالني مين هي الابراج اللي موجوده في حياه برج الثور العاطفيه، هقول في اخر الفيديو، استنوا اخر الفيديو هنقول مين الابراج اللي ظهرت في حياه برج الثور العاطفيه. طيب فانت يا برج الثور عندك تحرر من حاجه، يعني في حاجه سلبيه انت هتتحرر منها، تقرر تتحرر منها، عندك بدايه جديده على فكره،
طيب الشخص اللي بيحبك مشاعره من ناحيتك هو عنده حب، والشخص ده بيحبك على فكرة برغم الاختلاف، يعني انا شايفة فيه اختلاف قوي جدا جدا ما بينكم، يعني الطبيعي لا الشخص ده هيعجب بيك ولا انت هتعجب بيه، يعني فيه اختلافات واضحة في علاقتكم، يعني انتوا اشخاص مختلفة، بس انا شايفة اعجاب من الطرفين، يعني شايف الشخص ده معجب بيك، شايفاه عايز يعرفك اكتر، عايز يقرب، او هو عايز يدخل حياتك، فهو بس هو زعلان وغضبان، فهو كل ما يجي ياخد خطوه يفتكر ان هو متضايق وزعلان منك فبيرجع، وممكن يكون زعلان منك عشان انت متحفظ، او عشان هو برضو شخص بيهتم قوي قوي بالايجو بتاعه، ممكن يكون شخص مغرور او شخص مش عارفه يا خراشي ثواني كده يا جماعه، الشخص ده عنده ايجو كده، عنده شايف نفسه، فهو حاسس انه بيقرب اكتر منك، فالحته دي وجعاه قوي، اللي هو ليه انا بقرب وهو مش بيقرب، ليه هو مش بياخد نفس الستبس، فهو يعني حاسس يعني ايه ان هو بيبذل مجهود في العلاقة اكتر منك، او انت مش بتبذل مجهود في العلاقة زيه، فدي حاجة مع انت بتحبه جدا، بس انت شخص هادي متحفظ ما بتعبرش عن مشاعرك. طيب هو مركز معاك جدا على فكرة، يعني هو مركز في كل تفاصيلك، هو الشخص ده يعني هو بيحبك، لو هو يعني لو انت مش مرتبط بيه هو بقى عايز ارتباط رسمي، هو مش جاي داخل العلاقة دي يلعب ويهزر، لا هو داخل عايز ارتباط جدي، عايز زواج، عايز خطوبة، عايز تبقى انت البارتنر بتاعه، اوكي؟ برغم الاختلافات، يعني هو عارف ان انتوا مختلفين وشايف ان انتوا مختلفين، بس بالرغم من كل ده هو شايف ان هو عنده فضول او عنده الرغبة في القرب منك يا برج الثور. انا شايفاك يا برج الثور الفترة دي في يناير بتعرف على ناس جديدة، بتنطلق، عندك تغيير على فكرة، هو الثور سنة 2021 من الابراج اللي عندها تغيير، فشايفاك بتعرف على اشخاص جديدة، عندك صداقات جديدة، اجتماعياتك هتزيد، تعاملك مع الاشخاص هيزيد، عندك ناس كتير هتدخل حياتك، عندك نشاط، بتعمل هوايات، عندك عمل كتير، انت شخص مشغول جدا في شهر، يعني هتبقى مشغول قوي قوي في شهر في شهر يناير 2021، عندك عمل، عندك طموحات، عندك مشروع جديد، عندك حاجات كثيرة قوي. طيب انا بقى الشخص اللي انت بتحبه ايه صفاته يا برج الثور، او اللي انت يعني انا بكلم الناس اللي هم لسه يعني اما انتم مرتبطين مش متجوزين، يعني الصفات دي بكلم على ناس مش متجوزين، هو شايفاه شخص مشغول في حياته، هو كمان هو مش شخص قاعد ساكت، مع ان هو يبين ان هو فاضي على فكره، بس هو شخص مشغول، شخص عنده اكشن كتير في حياته، عنده طموحات، عنده اهداف، بيتحرك بسرعه، عنده انجازات، عنده حاجه اتشيفمنتس كتيره هو بيعملها، مع انه زي ما قلت هو ما بيبانش ان هو شخص، مش باين ان هو شخص يعني متحرك او نشيط، بالعكس انا شايفاك انت هادي هو هادي، بس انت غامض اكتر منه، فدي حاجه مضايقاك، يعني هو زي ما يكون هو كشف لك ورقه كله، كانكم بتلعبوا كاردز مع بعض، هو كشف ورقه بس انت مش، بس هو سمارت يا برج الثور، يعني الشخص ده ذكي جدا على فكره، بيفكر فيك جدا، بيغير عليك، ممكن ما يكونش بيبين غيرته بس هو بيغير عليك. انا شايفه ان في اختلافات كتير قوي في العلاقه دي، ممكن تكون اختلافات في الثقافه، اختلافات في الدين، اختلافات في المسافه، اختلاف، بس في اختلافات كتيره جدا جدا. خطوات الشخص ده تجاهك ايه؟ هو متضايق منك، زعلان منك، كل ما يجي يقرب يرجع تاني، كل ما يجي يقرب يرجع تاني، هو عايز يقرب بس هو حاسس ان انت كأن هو شايف نفسه ان انت ما تستاهلش قربه لان انت ما بتبذلش مجهود، فهو برضو مقلق، وانا شايفك مش بتتحرك، يعني انت واقف هو بيعمل كده، برج الثور كده، والشخص اللي هو بيحبه ومرتبط بيه عمال بيقرب ويبعد، يقرب ويبعد. طيب في حد تاني بيسالني مين الطاقات، قولوا لي يا جماعه القراءه دي بتتفق معاكم ولا لا، قولوا لي اتفرجوا عليها فين، انتوا برج ايه، بليز ناس ما اتفرجتش على طاقات وتوقعات برج الثور لعام 2021 دور عليه، موجود في الانستجرام، موجود في الفيسبوك، موجود على اليوتيوب مع رشا مراد. طيب فانا شايفه يا برج الثور ان انت، بنصحك ان انت خليك ايجابي، انا شايفه طاقتك ايجابيه، حافظ على حركتك ونشاطك، حتى يعني انت كنت هادي قوي بدات تتحرك، بشجعتك على اهتمامك بنفسك، اخرج من تحرر من الماضي، تحرر من ذكريات الماضي الاليمه، تحرر من الحاجات اللي بتوجعك. الشخص داخل حياتك ده هو بيحبك بس هو شخص عنيد، يعني واضح ان في عند من الطرفين. طيب مين الابراج اللي باينه قدامي؟ استعدوا، برج الثور زيك، برج العذراء جدا، برج السرطان قوي، برج الاسد، برج الدلو، دولت الخمس ابراج اللي ظاهره طاقتهم قدامي مع برج الاكتر ابراج، يعني اكيد في ابراج تانية بس دول اكتر ابراج. الشخص ده انا شايف ان هو كل شويه هيبدا ياخد خطوات مجنونه ناحيتك، لان هو كل ما بيعرفك اكتر كل ما بيحبك اكتر. الشخص ده بس هو خايف منك، هو خايف منك علشان
في اختلاف قوي، فهو خايف ان الاختلاف ده يوجعه او يتعبه، فهو بالتالي برضو يعني هو واضح ان انت بطيء اكتر منه. هو الشخص ده هو بطيء بس هو احيانا بيتهور، انت ما بتتهورش خالص، انت على هادي يا زبادي. برج الثور يا جماعه هادي جدا وبطيء جدا في اتخاذ اي قرارات عاطفيه، فخليك بطيء لان انت الفتره الجايه هتاخد قرار ناجح جدا جدا في العوده اليه. شايف عندك معجبين كتير يا برج الثور، او ناس عايزه تتقرب منك بس انت مش مديهم فرصه، حتى كمان حبيبك او شخص انت بتحبه عنده معجبين، يعني واضح ان انتوا الاثنين اشخاص بوبيلر او عندكم معجبين كتير، يعني فانت عندك معجبين كتير حواليك وناس عايزه تقرب منك، وعندك معجبين من ابراج اللي هقولك عليها برج الدلو، وعندك شخص معجب بيك من برج الدلو، عندك شخص معجب بيك برضو من برج الاسد، حمل يعني تقريبا ابراج ناريه معجبه بيك الفتره دي، عندك عقرب وسرطان دول معجبين بيك جدا الفتره دي. انا شايفه العلاقه دي علاقه متزنه بس فيها غضب، يعني كل شويه وانت يا برج الثور بتتجاهل غضب الشخص ده، ودي حاجه بتضايقه جدا جدا منك. بس انا شايفه ان في الفتره الجايه دي هيبقى في دايما ابس اند داونز في العلاقه، يعني في ابس اند داونز ابس اند داونز. الناس المرتبطين شايفه في ركود في العلاقه، يعني الناس المتجوزين او مرتبطين يعني حاولوا ان انتوا تعملوا حاجات اكتيفيتيز مشتركه، حاولوا ان انتوا توجدوا سافروا اعملوا حاجه مشتركه، لان انا شايفه في حاله ملل او ركود. ومع ان برج الثور رومانسي يا جماعه، يعني فاستغل رومانسيتك يا برج الثور ان انت تخرج انت وحبيبك من برج من الجو الملل. خليك ايجابي، خليك يعني اكثر ايجابيه يا برج الثور، انت من الابراج، اشتغل على نفسك، طور من نفسك، ابذل مجهود وعشان تقدر توصل لحلمك. عندك ممكن يكون سفر في شهر يناير، ممكن يكون سفر من بلد لبلد او جوه البلد اللي انت فيها. عندك طموح، انا شايفه ان انت عندك هدف بتفكر فيه. قولوا لي القراءه دي بتتفق معاكم يا برج الثور ولا لا، قولوا لي بتتفرجوا على مين فين، انتوا برج ايه. ثانك يو، بحبكم جدا. والناس اللي بتتصنط او بتتجسس على برج الثور قولوا لي انتوا برج ايه. شكرا، بيج هارت يا جماعه، بحبكم. اتفرجوا على توقع برج الثور، في فيديو عملته اسمه مميزات وعيوب برج الثور، هسيبه لكم هنا اتفرج عليه. ثانك يو، باي.